بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السيدات والسادة، في هذا المساء أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء تحليل المخاطر ومنع الحوادث، وهو ضمن سلسلة من لقاءات مركز حي المسفل. اسمحوا لي باسمي وباسمكم جميعا أن نرحب بالدكتور طلال مندورة. الدكتور طلال هو المشرف على وحدة التطوع بكلية الهندسة والعمارة الإسلامية، وأيضاً المشرف على السلامة والصحة المهنية والصيانة بقسم الهندسة الميكانيكية، وأيضاً هو مستشار مركز السلامة وإدارة الأزمات والكوارث سيف بجامعة أم القرى، ومستشار معتمد بواحة مكة للإستشارات بجامعة أم القرى، وأيضاً هو عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الميكانيكية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، تخصص إنتاج وتحكم وتطبيقات المواد المؤلفة والسلامة والصحة المهنية وتخطيط وإدارة الصيانة. دكتور طلال مندورة، سعداء بتواجدك معنا في هذا المساء ضمن سلسلة من اللقاءات التي يقيمها مركز حي المسفل عن بعد. أهلا بك دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرة. في البداية أشكر مركز الأحياء حي المسفل، واشكر الاخوان والقائمين على هذا البرنامج الرائع، واتمنى انه اقدم شيء ان شاء الله ينال استحسانكم في هذا اليوم الجميل. واليوم طبعا من الليالي الوترية، والله ان شاء الله تقبل صالح الاعمال. طبعا مواضيع السلامة مواضيع كبيرة ومتشعبة وكثيرة، فيصعب نقدم في ساعة يعني شيء كثير عن السلامة والصحة المهنية، لكن نسعى إن شاء الله أن يكون يعني هذا اللقاء لقاء بداية، وتكون بداية جميلة إن شاء الله وجاذبة، وعلنا إن شاء الله نفيد ونستفيد. وإذا أي سؤال من خلال المحاضرة يعني أنا أتابع الشات، وممكن أحد يستوقفني يعني لو في أي سؤال، ونفتح المجال إن شاء الله في نهاية اللقاء. اللقاء حينتهي إن شاء الله الساعة 11. طبعاً نقول إحنا المخاطر وطرق منع الحوادث. المخاطر في أي منشأة كثيرة. طبعاً إحنا في السلامة نقسم المخاطر لثلاثة أقسام. طبعاً في عندنا مواقع إنشائية، يعني مواقع تحت الإنشاء، ومواقع صناعية، وبعدين مواقع تخصصية، يعني إذا كان مواقع بترولية ومواقع مستشفيات صحية وانت ماشي. طيب اليوم حنعرج على بعض المواضيع، نتكلم ونحاول نتكلم على أكبر قدر ممكن في هذه المواضيع. إذا كنا إحنا في أي منشأة، سواء كانت منشأة صناعية أو منشأة يعني تجارية، مبنى تجاري، سوق تجاري، مستشفى، مدرسة، جامعة، كلية، أنت ماشي، لازم نوضع لنا بروجرام، برنامج، والبرنامج هذا لازم يكون مكتوب. في البداية لازم نحدد ما هي المخاطر اللي ممكن تتعرض لها المنشأة. هذه المخاطر طبعاً مخاطر كثير، ولكن في مخاطر تتكرر باستمرار، والمخاطر هذه ممكن تكون يعني حادة، يعني ممكن لو لا سمح الله صار خطر من المخاطر وحدث حادث، فممكن ينتج عنه أضرار كبيرة. طبعاً لما نقول أضرار كبيرة فنتكلم عن أرواح، عن خسائر في الأرواح، سواء كان يعني موت أو كان يعني لا سمح الله أو كان إصابات بالغة أو إصابات غير بالغة. طبعاً الموضوع هذا نتعرف عليه من خلال تاريخ المنشأة أو تاريخ، يعني مثلاً لو قلنا في مكة نشوف المخاطر. طبعاً مكة ممكن تتعرض لمخاطر طبيعية، كوارث طبيعية اللي هي طبعاً زلازل والبراكين، السيول، الرعود، البرق، الأعاصير، وانت ماشي. وممكن تتعرض لمخاطر غير طبيعية. الغير طبيعية ممكن تكون مخاطر إنشائية، سقوط، طبعاً حفر، سلالم، كهرباء، وانت ماشي. مخاطر صناعية لو نتعامل مع مثلاً مع المكاين، مع الحريق، وانت ماشي. شايف مخاطر متعددة. نتكلم يعني عن بعض المطر اليوم إن شاء الله، ونشوف
عن إيش ممكن نتكلم. إحنا حنتكلم عن أربع محاور رئيسية. أول شيء نشوف كيف نقيم المخاطر في أي موقع، بعدين نتكلم عن تحليل المخاطر الوظيفية للجوب هازارد أناليسيس، بعدين نتكلم كيف نتفادى إحنا الوقوع في أي حادث، وآخر شيء نتكلم عن شيء اسمه المقاومة الاشتعال ومقاومة الحريق. طيب طبعا هذه بعض المنظمات العالمية الهامة في مجال السلام. طبعا هذا أهم شيء اللي هو الـ NFPA. الـ NFPA هي جمعية أمريكية تعني بمخاطر الحريق، اختصار هي National Fire Protection Association. Association عن جمعية. طيب طبعا لما نيجي هنا على اليسار الأوشا أكاديمي، هذا معهد بيدرس معايير الأوشا، والأوشا منظمة أمريكية تعني بالسلامة وحماية العاملين في مواقع العمل، والأوشا هي أكبر معايير مطبقة في العالم. طبعا معايير كثير، في معايير بريطانية، في معايير أمريكية، في معايير في دبي عنده معايير، وانت ماشي شايف المعايير متعددة. طيب معلش أنا بس اسمع هذا فلما نيجي في اليسار وهذا برضو من الأشياء المهمة الإسعافات الأولية. اللي في اليسار هذه منظمة مهمة تعني بالإسعافات الأولية اسمها First Emergency Response. الإمرجنسي فيرست ريسبونس بتحط برضو معايير وتدرب الناس في العالم، وطبعا من الشركات الكبيرة أمريكية برضو اللي بتصرف رخص للناس العاملين أو المهتمين بالإسعافات الأولية. والإسعافات الأولية من أولى الكورسات والدورات اللي ممكن أنت تأخذها. طبعا ممكن يكون أهم دورة في حياتك، لأنه هي تعني بالحياة، يعني حياة وموت. يعني لو لا سمح الله أحد تعرض لأي حادث، شايف حادث غرق مثلا، حادث حريق، حادث إصابة، حادث سيارة، أي حادث، فطبعا يعني ممكن يكون اللي الشخص اللي يكون هو طرف في الحادث ممكن يكون شخص تعرفه وممكن ما يكون تعرفه، لكن لو كنت تعرفه حيكون الموضوع أليم، شايف، وحتكون أنت في موقف المتفرج، شايف، فضلاً عن أشياء تانية. طبعاً ما تتمنى أنك تكون أمام شخص تعرفه وتعرض لحادث وأنت يكون موقف المتفرج، شايف، وخاصة لو كان أحد أفراد الأسرة، يعني ابنك، بنتك، أختك، قريبك، وأنت ماشي، يعني فرضاً غرق ما قدرت تنقذه، فرضاً أتعرض لصعق كهربي ما قدرت تنقذه، حادث ما قدرت تنقذه، قلبه وقف بصع كهربي أو حادث أو سقوط أو حتى فجعة أو رشفة، يعني أحيانا تيار كهربي بسيط ممكن يوقف القلب، فبرضه من الأشياء المهمة. الآيوش والنيبوش، هذا النيبوش وهذا الآيوش، طبعا هذه منظمات أمريكا بريطانية، معايير سلامة في بريطانيا، والآيزو الانترناشنال ستاندرديزيشن أورجانيزيشن، هذه تعني بالجودة، الجودة في السلامة، الجودة في التصميم، الجودة في الأداء، الجودة في الأغذية، وانت ماشي خلاص. ففي منظمات كثيرة في العالم تعني بالسلامة، أهمها الـNFPA الأمريكي اللي تعني بالحريق، والأوشا الأمريكية اللي تعني بالسلامة والصحة المهنية، والنيبوشا البريطاني برضو بالسلامة والصحة المهنية وآخره. طيب حنتكلم عن تحليل المخاطر الوظيفية في الأزمات. طبعا في الأزمات أو في يعني قبل ممكن ما تصير أي أزمة، أي منشأة تتعرض لمخاطر، فهذه المخاطر يعني زي ما قلنا ممكن تكون طبيعية أو صناعية أو إنشائية أو غير ذلك، ممكن تكون يعني بفعل أخطاء أو نقص في التجهيزات أو بقدرة الله سبحانه وتعالى. يعني أحيانا العصير والبراكين الشخص البني آدم ما له دخل فيه، ولكن طبعا نسعى أنه إحنا نجهز نفسنا كيف نواجه هذا الخطر من بدري، يعني نعمل تجهيزاتنا بحيث أنه لو لا سمح الله هذا الموضوع حدث كيف إحنا نواجهه، وبعدين كيف نخفف الآثار
وبعدين كيف بعد ما انتهى الحادث كيف احنا نرجع او نتعافى او نعيد المواضيع لاصولها ونرجع نشغل هذه المواقع. طيب على سبيل المثال هذا موقع، هذا موقع فيه عدة مخاطر. طبعا الشخص العادي يعني ممكن يقول والله المكان مقلوب فوق تحت فقط، لكن في كل جزئية فيها مخاطر. يعني على سبيل المثال الدولاب هذا عبارة عن مستودع للمواد الحارقة أو المواد المتفجرة. هذا الدولاب له معايير، يعني قديش تخزن فيه، كم مساحته، إيش تكتب عليه، إيش لونه، كيف نتعرف على المخاطر، كيف نقفله، كيف نفتحه، ولها معايير. لما نجي مثلا في جهة اليسار هنا مكتوب فاير إكزيت، الفاير إكزيت اللي هي مخارج الطوارئ، لو صار لا سمح الله سواء حريق في ماء أو سيول أو رعود أو أي خطر من المخاطر، كيف إحنا ننجو بأرواحنا. كيف ننجو بأرواحنا؟ طبعا يعني هذه برضو لها معايير. يعني الباب هذا الباب عرضه وارتفاعه ومصنوع من إيش، هذه لها معايير. اللوحة اللي فوقها طبعا انتوا شايفين اللوحة عادية عبارة عن يعني وصلت إما خشب أو حديد أو نحاس ومطبوع عليها عبارة. طبعا هذا الموضوع كله خلي بالك إذا صار أي طارئ حريق أو غير حريق، أول عمل بعد ما ندق الجرس نروح نفصل التيار الكهربي. إذا فصلنا التيار الكهربي معناته الموضوع حيكون عتمة، يعني حيكون سواء كنا في الليل أو في النهار الموضوع ممكن يصير ظلام دامس. لما يصير ظلام دامس أنت ما حتشوف اللوحة هذه. والباب هذا لو كان فرضا ما كان بارتفاع معين، وممكن تكون أنت يعني طولك 170 أو أكثر أو أقل، والباب كان قصير وأنت في الظلام ممكن تيجي ورأسك لا سمح الله تصطدم بسقف الباب. شايف لما تيجي والدنيا ظلام دامس تيجي أنت بتفتح الباب، هذا الباب بتلقاه مزرفن، الباب بتلقاه ساخن لأنه ممكن مخرج الطوارئ يكون ساخن في حرارة ودخان ونار وكذا. وزي ما أنتم شايفين أمام الباب فيه معوقات كثير، زي ما قلنا لما يصير حريق أو يصير أي طارئ الكهرباء تنطفي، وأنت رايح على الباب ومسرع بتلقى أشياء لا مؤاخذة بأشياء بتعطلك بتعرقلك. وزي ما قلنا إحنا لما نخلي أي مبنى أو أي منشأ لازم الإخلاء يكون سليم 100%. يعني لا مؤاخذة ما نروح من حفرة لحفرة، يعني ما نجي في الطريق نلقى حاجة تعرقلنا وإذا سقط يكون على حافة حاجة ممكن نصاب في راسنا أو في جسمنا أو في رجلنا في يدنا في أي مكان. فلازم الإخلاء يكون سليم 100%. طيب يعني هذه مضمنة. زي ما انتم شايفين الباب مزرفن، طبعا انا لما اجي بخلي الباب مزرفن انت بتحتاج السانع اروح ادور لمفتاح او ادور الحاجه اكسر بها الباب. وخلي بالك بيبان الطوارئ حيكون حديد مبطن وما يكون فيه اكره، لازم يكون فيه مزلاج، يعني تدفع الباب بجسمك تدفع الباب برجلك باي جزء من جسمك بينفتح بسهوله على الخارج. فلها مواصفات. لما نجي فرضا هنا في راجل ماسك سلك ولاف السلك حوالين جسمه، طب سلك كهرباء، اولا هذا ممكن يتعرقل، ثانيا ممكن يصاب بكهرباء، ثالثا ما هو لابس عوازل، ما هو لابس لا قفازات عازل الكهرباء ولا جزم عازل الكهرباء ولا الله يكرمك هلمت عازل الكهرباء. وبعدين شوفوا واقف هو على فين، واقف على لوح خشب، واللوح الخشب هذا واقف على سلم، وفوق اللوح الخشب في صندوق عده، وبعدين السلم هذا واقف عليه شخصين، هذه كلها أشياء ممنوعة، يعني ممنوع اثنين يوقف على سلم واحد ممنوع. طبعا وانت شايفون الادم اللي فوق يعني ما هو لابس اي نوع من انواع البي بي اي البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت، يعني المعدات السلامة الشخصية او الوقاية الشخصية ما عنده يعني ولا نوع من انواع. طيب يعني وممنوع ثانيا انه يحط فوق السلم لوح خشب، طبعا هذا ممكن نقول عليه سقاله ممنوع. هذه كلها لها معايير، ايش يلبس اذا اشتغل في الكهرباء، ايش يلبس في يده، ايش يلبس في رجله، ايش يلبس في جسمه، ايش يلبس في راسه، لا ما اخذ، كل الاشياء هذه لها معايير. طبعا كهرباء ممنوع انه الكهرباء يعني
يلف الأسلاك حوالين جسمه. طيب فتيجي تلقى يعني الراجل هذا الراجل ماشي وعينه في الخلف، فكل كل موقع أو كل شخص في الصورة هذه معرض لمخاطر. طيب نشوف الصورة هذه اللي بعدها. احنا طبعا يعني اذا في اي سؤال وقفوني. هذا الموضوع يعني اولا تجي من جهة اليسار هنا في رافعة شوكية. الرافعة الشوكية في راجل واقف فوق الرافعة الشوكية فوق الشوكة، ممنوع المعايير تقول ممنوع اي شخص يوقف فوق الرافعة الشوكية. طبعا ليش؟ لانه معرض لخطر، ممكن يسقط، ممكن شيء يسقط عليه، ما هو لابس في يده قفازات. طبعا لو نبغى نستخدم شخص والشخص هذا نحطه فوق الرافعة لازم نحط له سلة، والسلة هذه لازم لها مواصفات بحيث انه ما يسقط من السلة. طيب لكن اي شيء غير ذلك ممنوع الراجل يخرج يعني برا الفورك ليفت هذا اللي هو الرافعة الشوكية. الراجل هذا اللابس اصفر وبينزل او بيحط وزن معين، شوفوا هو واقف على ايش؟ واقف على بيارات، ممنوع يوقف على لازم الشيء اللي يوقف عليه يكون له معايير، يعني يا سلم مثلا يا سقاله يا اي حاجه. لو شفت الراجل اللي تحته طبعا هذا ناط في موقع عمل بنط من فوق الحاجز، هذا الموضوع يعني تماما خطا. شوفوا الراجل اللي قدام، واحد بينقل احمال عامل لنفسه منطقة عمياء، يعني الأحمال هذه ما هو يعني بتعيقه من رؤية الطريق. طيب الراجل هذا اللي تحته طبعا فورك ليفت، الفورك حمولة والحمولة مرفوعة، برضو هذه من ضمن المعايير ممنوع ينقل أي حمولة هو في الفورك ليفت والحمولة مرفوعة. الحمولة لازم يحطها جنب الأرض 10 سنتي إلى 20 سنتي. وبعدين تحت الفورك ليفت في لي، طبعا هذا الهوز اللي هذا تبع هواء نيوماتيك وبيشغل به. طبعا اللي هذا ممنوع يكون زي كذا، ممنوع يكون على الارض بهذا الشكل. وزي ما انتم شايفين الترتيب هنا المفكات والاشياء على الارض، الترتيب يا اخوان في السلام عامل مهم جدا جدا، لانه ممكن عدم الترتيب هذا ممكن يتعرض يعني يعرض الناس ويعرض نفسه وعرض الآخرين لمخاطر كثيرة، مخاطر يعني لا حصر لها. وطبعا زي ما انتم شايفين هذا الحمولة مرفوعة، وجنب الحمولة في شخص مدير وفي جنبه مديرة، يعني طبعا وبرضه ما في أي نوع من أنواع السلامة. أي حمولة مرفوعة ممنوع أحد يتحرك تحتها خلاص، حتى لو كان لابس هلمت يعني خذه في الرأس، حتى لو كان لابس سيفتي شوز، الحمول هذا لو طاحت حينصاب 100%. طيب الراجل اللي هنا برضو جنب المدير هذا بيحمل أحمال، هذه الأحمال لها قواعد ولها معايير. الراجل هناك طبعا اللي فوق السلم هذا، السلم أبو رجلين، حاطط بيالات، وبعدين هذا الكلام تماما حسب المعايير، حسب معايير الأوشا، معايير السلامة حقيقة في كل العالم. ممنوع أنه يحط سلم تحت قاعدة غير صلبة، شايف يعني. والراجل هذا بيطلع الرف، اللي جنبه بيطلع الرف بتسلم، هذه الأشياء حسب المعايير ممنوعة. فهذا اللي احنا بنقول عليه تحليل المخاطر. طيب نمشي شوية برضو نحلل بعض المخاطر، يعني هذا قلاب وجنب القلاب في بوكلين، البوكلين بياخذ حمولة من مكان وبيلف ويحطها في منطقة معمية، هذه المعدات دائما فيها منطقة معمية، ودائما بنحسب القطر يلف فيه هذه المعدة ممنوع أحد يشتغل تحتها خلاص، سواء كانت منطقة معمية أو منطقة عمل ممنوع تشتغل في هذه المنطقة، اللي طبعا القطر اللي يتحرك فيه هذه المعدة. فهذا الراجل طبعا البوكلين لف في المنطقة الممنوع أنه بنادم يشتغل فيها، لف وحصر الشخص بين البوكلين وبين القلاب. طيب وطبعا يعني يتعرض لهرس، يتعرض لموت، يتعرض لقطع اعضاء، فالاضرار كبيره. طيب
هذه الصورة يعني منها طبعاً هذه برضو منطقة عمياء، منطقة حسب المعايير في يعني زي الباصات، الباص شوية عالي، ممنوع يعدي من أمام الباص في المنطقة العمياء هذه أي طفل، سواء كان طفل أو كان كبير، لكن في بعض الباصات يحطوا عمود كده بحيث إنه أي شخص أو أي طالب ما يقدر يعدي إلا من أمام العمود، لأنه قبل كده منطقة عمياء ممكن سواق الباص، لأنه سواق الباص عالي شوية ما يشوف اللي على مسافة معينة، ما يشوف المنطقة هذه بالنسبة له منطقة عمياء. هذا الدكاك برضو في له منطقة عمياء، فله مسافة ممنوع أحد يشتغل في المسافات هذه، لأنه ممكن طبعا زي ما أنتم شايفين دك الراجل اللي بيشتغل من غير ما يحسبه. برضو من المعايير هذا الفورك ليفت، الفورك ليفت ممنوع يرفع الحمولة ويمشي بها، زي ما قلنا الحمولة لازم تكون قريبة من الأرض 10 سنتي إلى 20 سنتي، وبرضو ممنوع أنه في أي شخص يقف أمام الفورك ليفت لأنه برضو منطقة عمياء. وزي ما أنتم شايفين هذا الفورك ليفت جاء في حفرة وفي مطب، طاحت الحمولة شنها مرفوعة، طاحت على البني آدم، والبني آدم يعني ممكن ينصاب. مخاطر الكهرباء مخاطر كثيرة طبعا، مخاطر الكهرباء ممكن يتعرض لصعق، ممكن يصير انفجار، ممكن يصير شرر، ممكن يصير حريق، ممكن يصير سقوط اذا كان واحد شغال على ارتفاع وتعرض لمخاطر كهرباء، ممكن يصير سقوط، واذا سقط لا سمح الله ممكن يموت، ممكن يتعرض لاصابه، لكسر، لجرح، لقطع، وانت ماشي، فيتعرض ممكن لاشياء كثير. المخاطر الكهرباء في مخاطر كثيرة، لكل خطر لازم نحط له أو نضع له إجراءات وقائية. طيب زي ما قلنا أي رافعة أو أي شيء متحرك حسب المعايير نشوف القطر اللي بيتحرك فيه ونمنع أي أحد إنه يمشي أو يتحرك تحت الحمولة هذه المرفوعة. المعايير في الحمل والرفع لها معايير، وإحنا كنا ثلاث مرة عن الإرغونومكس، والإرغونومكس هذا شيء هام جدا، له طبعا ثلاث عناصر، يعني في كل بيت بتلقى إصابات انزلاقات غضروفية في الباكبون اللي هو في العمود الفقري، الإصابات هذه خطيرة جدا، الإصابات هذه لو لا سمح الله أصاب أي شخص، الشخص هذا ممكن يكون عاجز عن العمل، والشخص هذا ممكن يختل توازنه بحيث أنه ما يقدر يوقف، توازنه يختل وما يقدر يمسك القلم لأنه عنده مشكلة في الأعصاب، فالقلم ما يقدر يمسكه ويكتبه، الملعقة ما يقدر يوصلها لفمه، فتصور أنت شخص ما يقدر يمسك لا قلم ولا مفك ولا يقدر يرفع أي حاجة ولا يقدر يوصل اللقمة فمه، طيب معناته الحياة هذا انتهت بالنسبة له، ما يقدر يمارس أي عمل، شايف؟ هذه لها أسباب، طبعا من أسبابها الحمل الخاطئ، الجلوس الخاطئ، الوقوف الخاطئ، الأعمال المتكررة اليومية. بنتكلم مثلا إحنا عن هشاشة عظام، وهشاشة العظام منتشر في المجتمع، في المجتمعات عندنا بشكل كبير جدا. طبعا هشاشة العظام لها أسباب، أولا التعرض للشمس اللي هو فيتامين د، التعرض للشمس زي ما أنتم شايفين إحنا بنغطي من رأسنا لساسنا كله مغطى، ما نعطي لنفسنا فرصة إنه الشمس تدخل عبر الجلد أو عبر جزء من الجسم. التغذية لما تكون سيئة طبعا، اللحوم لما نكتر منها ما هو طيب، السمك نقلل منه، فطبعا السمك والسلطات والفواكه هذه أشياء مهمة فلا تأثر لنا. المعدات اللي إحنا بنستخدمها في معدات خطيرة، يعني من ضمنها الصواريخ بتشوفوها في كل منشأة، أي مبنى بتقع فيه خطر، خشب بتقع فيه، حديد بتقع فيه، أي شيء بنستخدم الصواريخ بصورة متكررة ومكثفة، فهذه الصواريخ لها خطورة كبيرة، فالصواريخ هذه يعني 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 ممكن تسبب في أضرار كبيرة. هذا الصاروخ ممكن يتسبب في أضرار، قطع، ويعني أشياء طبعاً أشياء ساقطة، وهذا يعني ضمن المخالفات بيحاول بيحمي رأسه بدل الهلمت، ولكن هذا ما يحمي رأسه، الهلمت لها مواصفات ولها معايير، أي شيء يسقط
على راسك لو كان على راسك ممكن الصدمة تنتقل شايف، لكن الهلمت أو الخوذة في بينها فراغ بين راسك وبين سطح الخوذة فراغ. طبعا الخوذة هذه لها مواصفات، الخوذة ممكن تحمي من أي شيء ساقط وممكن تحمي من كهرباء، حتى الكهرباء في هاي فولتج وفي لو فولتج وفي ميديم فولتج وفي اكسترا هاي فولتج شايف. الفولتج لها مقاسات ولها الخوذات هذه حسب كمية الفولتج لها أنواع، وزي ما قلنا إذا كان ما في كهرباء لكن في سقوط ففي أنواع فقط للسقوط. طيب هذا شخص بيحاول يحمي وجهه من الصاروخ من الشر اللي بيطير من الصاروخ، ولكن يعني هل حماية كافية ما هي حماية كافية؟ طبعا احنا بنقول انه الحماية لازم تكون كافية، اي عمل انت بتأديه ما تبي ترجع مصاب، يعني نقول النهار نفس اليوم او اخر النهار من اي يوم تاني سواء كان بعد 10-25 سنة، فانت ترجع البيت مرتاح سليم زي ما ترجع من البيت على المدى القصير، وعلى المدى الطويل ان شاء الله ما يصيبك اي شيء. طيب وهذا برضو شخص حاول يحمي وجهه من مخاطر اللحام، ويا أخوان مخاطر اللحام يعني متعددة وشديدة زي ما أنتم شايفين مخاطر اللحام السوى في بعض المحطات محطة القطاع. مخاطر اللحام لازم اللحام يعتبر من الهات وورك، يعني من الأعمال الساخنة، أي عمل ساخن ممنوع يتم إلا بتصريح. طبعا التصريح شويه شديد، يعني اذا عمل لحام ما اشتغل بالتصريح تتاكد انه ممكن يصير حادث لا سمح الله، واي حادث نتج اللحام تتاكد انه هو اشتغل من غير تصريح، لانه تصريح اللحام له يعني على الاقل مثلا 11 متر لو 35 قدم حول اللحام تحط قطر مقداره 11 متر او 35 قدم في القطر هذا تزيل أي شيء قابل للاشتعال وأي شيء قابل للاحتراق أو الانفجار. طيب ولو إجراءات كثير حقيقة يعني عشان تصدر التصريح، والتصريح شوية شديد ما قدرت تزيل ولا تغطي ولا تعزل ولا أي حاجة، ممنوع تقييم اللحام خلاص. إذا هذه مواصفات اللحام لها مواصفات شديدة شوية في التصريح، ما قدرت بأي وسيلة من الوسائل إنك تزيل كل المواد المتفجرة أو المواد اللي قابل للإشتعال أو قابل للاحتراق أو تغطيها أو تعزلها، ممنوع تقييم اللحام شايف. يعني هذه الاسطوانة لما أخذها ممنوع هذه الاسطوانة تنام بأي حال من الأحوال. إيش يعني ما تنام؟ يعني لازم نشغلها وهي قائمة، ننقلها وهي قائمة، نخزنها وهي قائمة، عملها وتخزينها ونقلها وكل شيء لازم يكون هي قائمة. مش مشكلة في الاسطوانة هذه، مشكلتها راس الاسطوانة هذه نقطة ضعف، لأن هذه الاسطوانة كلها مصنوعة من وصلة واحدة إلا راسها هنا تركب لها تركيب. طيب فإيش يصير لو انفصل الراس؟ لو أي أحد دق الراس هذا راس الاسطوانة والراس اختل، طبعا الاسطوانه هذه تحت ضغط شديد 3000 بي ساي، فالضغط هذا وانفصل عنه الراس حيتحول الاسطوانه تتحول لرصاصه او توربيدو. تشوف شايف الغواصات هذه الريخ يتحول لصاروخ يشيل اي شيء امامه، اي شيء امام الاسطوانه هذه يشيله. بني آدم لو لا سمح الله كان في بني آدم حرصوان يدخل من صدر البني آدم وتطلع من خلفه، شايف الموضوع مميت. لذلك طبعا الاسطوانات اللي في البيت اللي في الغاز يشوف الاسطوانة حوالينها حامي كده ساتر، لكن هذه ما لها حماية، هذه ما لها حماية وما يقدروا يعملوا الحماية لأنه في مواصفات تشغيل معينة. طيب هذا يعني وهذا بتشوفوه في أي منشأة، أي فتحة في الأرض. طبعاً فتحات في الأرض نوعين، فتحة بني آدم يعدي منها أو فتحة رجل البني آدم خلاص. أي فتحة في الأرض لازم تغطيها. طب أنا أحتاج الفتحة، تحتاج الفتحة لازم تحط
والجهة المفتوحة من الدرج ده ممكن تسيبها مفتوحة إذا كان في سلم ولا كده تنزل بيها. لكن هذا المعرض ترى الدفاع مرين ممكن يموت، إذا ما مات ممكن إنصاب إصابات بالغة. طيب فالمعيار مترين، بعد المترين لازم تأخذ 5 إجراءات لمنع السقوط. يعني الموضوع باله شوية تفصيل. هذا موقع برضو من المواقع اللي ممكن إحنا نحلل فيها المخاطر. كل الأسهم هذا في موقع واحد، كل الأسهم عبارة عن خطر من المخاطر. هذا حديد التسليح مكشوف. حديد التسليح لو جاء طفل أو جاء راجل كبير أو صغير جد بتمزح معه وسقط على الحديد، حديد التسليح هذا يعني هو الحديد ما كان مغطى أو كان متري، فالإصابة حتكون بالغة، ممكن يكون قتل. الاسطوانات هذا أتكلمنا دو فيه ممكن هذا يقتل. أتكلمنا على المعدات هذه، بعض الناس يشتغلوا في آلات وينسوا المعدات. المعدات إذا نسيت في الآلات خلاص أنساها، يعني أقرأ عليها السلام. شايف هذا حديد التسليح، هذه الفتحات اللي ممكن تسقط أحد داخلها ممكن تصيب إصابات بليغة. طبعا هنا في حواف مفتوحة، هنا في رطوبة. الرطوبة في الأرض، أي رطوبة في الأرض وما حطيت لها تحذير حيكون الموضوع خطير. موضوع خطير ليش؟ لأنه ممكن أحد ينزلق في الأرض انزلاق خفيف، لكن يصير له انزلاق غضروف. وتكلمنا إحنا الانزلاق الغضروف يتسبب في إيش؟ سبب في أشياء كثيرة. شايف هذا اللوح، هذا مصدر للخطر. اللوح ممكن تسقط فيه، ممكن فالالواح لو تبغى تستخدم الواح، الالواح لها معايير ومواصفات معينه. هذا الهاوس كيبنج، الترتيب في مواقع العمل ما قلنا له اهميه خاصه، ولا حتى يعني لا ماخذه حتتسبب في اصابات. هذا برضو البرميل هذا، شايف الترتيب هنا جدا مهم. يعني لو نتكلم عن اللوحة هذه فيها مخاطر للصبح، مخاطر متعددة، يعني ممكن نتكلم كثير في الموضوع. حديد التسليح لازم يكون مغطى بهذا الشكل. طيب أنا أحتاج غطيان كثير وعندي حديد تسليح كثير، ممكن أستخدم حوامل وبعدين أحط لوح بين الحوامل أغطي كل الحديد. إذا ما لقيت لا لوح ولا غطيان أتني الحديد تاني، بحيث إنه لو أحد سقط على الحديد ممكن إن شاء الله بيكون محمي ويحمي البني آدم. شايف ما يتعرض الشخص، ما يعرض نفسه للإصابة والأذى. فهذا أنواع الغطيان زي ما شفنا، شوف هنا في حامل وفي لوح، هذا بيغطي جزء كبير من الحديد، حديد التسليح. شوف هذا الحديد ممكن يكون بنادم ما سقط عليه، ولكن من يكون واقف وسقط على الحديد فممكن يتحرك. طبعا هذه من مخاطر السقوط برضو. السقوط ممكن يسقط زي ما قلنا، اذا سقط من مترين ممكن يصيب نفسه اصابات بليغه، خلاص ممكن يكون موت. فهذا لو طبعا السقالات لها معايير، لها مواصفات، هذه المعايير لو اتبعتها هذه حتكون النتيجه. طبعا الحفريات في الارض، مخاطرها مخاطر شديده. الحفريات اي حادث او اي انهيار في الحفريه النتيجه حقتها موت، لانه اذا كان في شخص في الحفريه الشخص هذا حينخنق، التراب حيطيح عليه حينخنق ما حيقدر يتنفس حيموت. طيب والحفريات لها مواصفات ولها كيف تمنع الانهيارات، لها اشياء بسيطه ان شاء الله ولكن تمنع حوادث كبيره. طبعا الكيابل هذه من المخاطر، شايفين الكيابل لما تبدا تحفر، طبعا الحفر يصير لتمديد اما كيابل او صرف او مياه تغذيه. هذه بتلقاها موجوده في الارض، الكيابل الهاي فولتج، الميديم فولتج، بتلقى فيها مواصير، والمواصير لو انقطعت بتعمل ضرر شديد ولا حتصير نوافير وكذا. طبعا هذا السلك الاخضر والاصفر، هذا السلك الجراوندنج. سلك الجراوندنج طبعا ضروري جدا، هذا ينزل كل الشحنات الزائده يفرغها في الارض. والان في كل منزل عندنا في السعوديه لازم يكون هذا الموضوع فيه، زي ما انتم شايفين الافياش في البيوت كلها تحولت لثلاثه، كانت 2
صارت ثلاثة، ممنوع الآن تستخدم في شبع عينين، لازم يكون ثلاثة عيون. العين الثالث هذا هو الجراندينج اللي هو التأريض يسموه، هذا التأريض حماية للشخص وحماية للمعدة. أي تيار زايد الشخص لو مسك السلك هذا، هذا التأريض بي. وأي تيار زايد لو جالي أي معدة أو مكيف أو أي شيء جاله تيار زايد ممكن بيحرق الجهاز، شايف؟ لكن هذا التأريض بياخد كل الشحنات الزايدة ويفرغها في الأرض، شايف؟ والحفريات هذه اللي خلى مخطأ. أنا أمس كنت بتكلم لو كنا بنحفر بمعدة وقطعنا كيبل، والكيبل هذا كان كيبل اتصالات الغرامة لها مليون، غرامة قطع كيبل اتصالات مليون، والغرامات شديدة طبعا، تقطع يعني كيبل كهرباء ولا كده، فغير الخطورة فيها خسائر فاتحة. طبعا الحادث هو شيء مفاجئ صار غير مرغوب فيه، خلاص ممكن يتسبب في أضرار يعني في الأرواح، أضرار في الأرواح حياتية، وممكن يسبب في أضرار مادية، ممكن الاثنين. لكن في حاجة نسميها نيرمس. نيرمس هذا خلينا فرضا كنا ماشيين في شارع في تقاطع وعدينا سيارة جات من أمامك أو سيارة جات من خلفك وما صار الحادث، تقول يا الله، الله كتب لي عمر، الله كتب لي عمر، أو إلى الله بغيت أعمل حادث. هذا يسمون النيرمس. النيرمس لوش تقول النيرمس، لو جيت في حادث والحادث هذا أوشك وقوعه، فالحادث هذا تحقق فيه كأنه وقع، لأنه المرة الجاية يعني الله ستر هذه المرة، لكن المرة الجاية ممكن يصير الحادث. طب لين ننتظر عشان ممكن يصير الحادث؟ لا، ناخذ إجراءات بحيث نمنع وقوع الحادث في المستقبل. جينا التقاطع والتقاطع هذا ما صار فيه حادث، لازم ناخذ إجراءات إنه المرة الجاية إن شاء الله ما يصير الحادث، يعني المرة هذه إن شاء الله سلمنا، لكن ممكن المرة الجاية نموت، شايف؟ فنيرمس نتعامل معه كأنه حدث، نحقق فيه ونحط له إجراءات وقائية. طيب الجدول هذا جدول هام في الريسك أسسمنت اللي هو في تحليل المخاطر. الجدول هذا فيه عنصرين فقط. العنصر الأول شدة الخطورة، والعنصر الثاني احتمالية الوقوع. فنجي في الأفق هنا العوامل اللي طبعا احتمالية الوقوع، وفي الرأسي شدة الخطورة. يعني إيش؟ هنضرب مثالين فقط. هنقول فرضا في شدة الخطورة، لو وقع زلزال وقع فرضا، صار في مكة لا سمح الله، صار إن شاء الله برا وبعيد، لو صار زلزال قد إيش حتكون الأضرار؟ هل حتكون في إصابات خفيفة؟ إصابات خفيفة يعني اثنين، ما في إصابات واحد، إصابات خفيفة اثنين. في إصابات ممكن تتنوم، يعني تتنوم في المستشفى نتيجة هذه الإصابة، تتنوم ليلة ليلتين ثلاثة أيام، فهذه ثلاثة. هل حينتج عن الحادث هذا قتل شخص؟ هذا أربعة. هل الحادث هذا حيتسبب في قتل أكثر من شخص؟ فتلتي متعددة، هذا خمسة. خلاص، فنيجي في السيفيرتي أو شدة الخطورة، نحدد شدة الخطورة من واحد لخمسة، ونيجي بعدين في الأكل اللي هو احتمالية الوقوع. مو محتمل حيكون واحد، محتمل يعني طبعا نقيس الاحتمالية من التاريخ، نشوف الزلازل في مكة كم مرة صار، بس من زمان اثنين، كل بعد فترة ثلاثة، صار متكرر أربعة، بيصير يعني بتكرار كثير خمسة. نجي للزلزال كم، ما عدى يعني لما أخذ التاريخ ما كم صار الزلازل، فنعطيه واحد، لكن لو صار كم خطورته دي خمسة، واحد نضربه في خمسة بنلقى الناتج خمسة، خمسة يعني أخضر. طب لو نقول حريق فرضا، لو صار حريق هل ممكن الحريق يتسبب في قتل عدة أشخاص؟ نقول ممكن، معناته خمسة. هل الحريق محتمل وقوعه يعني بيصير في مكة بتكرار؟
معناته 4 و5. لو قلنا 5 × 5 = 25، يعني أحمر. أحمر معناته توقف عمل المنشأة، ما تشتغل ألين تنتهي من الإجراءات الوقائية. طيب، وبعدين هذا الجدول طبعا لو صار لا سمح الله حادث من الحوادث، نقول مين محتمل ينصاب، ايش الاصابات، مين ممكن يكون المسؤول. فهذا الجدول يكون يعني حق الريسك اسسمنت. طبعا نيجي للجوب هازارد اناليسيس للوظائف. طبعا لهذا الموضوع زي ما انتم شايفين هذا ماكينه تنعيم بسيطه. ماكينه التنعيم هذه نجهز لمنع الحوادث، نجهز جدول فيه 3 خانات. الخانة الأولى خطوات العمل. خطوات العمل يقول يأخذ الحديدة ينعمها ويحطها في الصندوق. طيب، فنحط الخطوات في العمود الأول. في العمود الثاني لكل خطوة إيش المخاطر المصاحبة. طيب أنت لما تأخذ من صندوق في الأرض قطعة حديد وتجي تحطه على ماكينة الجلخ هذا نسميه ماكينة التنعيم، وأنت بتلقط الحديد من الصندوق الحديدة يكون حادة تصيب يدك، ممكن الحديدة تسقط على رجلك، ممكن وانت بتثني مع التكرار ظهرك يصيب انزلاق لا سمح الله. طيب نجي هذه المخاطر المصاحبة لكل خطوة. بعدين نجي لأول خطر، عشان الحديدة لا تصيبك في يدك نلبس جلوفزات، نلبس جونتيات، عشان الحديدة لو سقطت ما تصيبك برضو في رجولك في قدمك، نلبس سيفتي شوز. طيب عشان وانت بتثني بتكرار ظهرك لا ينصاب تقوم ترفع عشان لا تثني جسمك، ترفع الصندوق هذا لمستوى جسمك، تنقل القطع هذه بكل اريحيه بكل سهوله. فهذه الخطوات هذا اسمه جوب هازارد اناليسيس. احدد اول شيء المهمه اللي انا بقوم بها، لو طبعا تنعيم الحديد او كان لحام او كان اي عمل ثاني، واعمل الجدول احط خطوات العمل، بعدين اشوف لكل خطوه المخاطر المصاحبه، واشوف لكل خطر مصاحب ايش الاجراءات الوقائيه. حيكون الجدول بهذا الشكل، هذه الخطوات، بعدين لكل خطوه في مخاطر مصاحبه، بعدين لكل خطر مصاحب توصيات او اجراءات وقائيه. طبعا هذا يعني هذا باختصار اللي هو الجوب هازارد اناليسيس وتحليل الوظائف. هذه الخطوات طبعا خطوات 5، اكتب المهمه اللي انا بقوم بها، احللها طبعا، اكتب خطواتها، بعدين اكتب كل خطر مصاحب، واحط المخاطر او الاجراءات الوقائيه لكل خطر، وبعدين اراجع اشوف نسيت حاجه، اسال الناس، اسال الخبراء وانت ماشي، اراجع واعدل في الموضوع. طيب، في فرق بسيط بين الهازارد اللي هو المخاطر وبين الريسك. الريسك طبعا لما نجي نترجم بالعربي الهازارد مخاطر والريسك مخاطر، ولكن الهازارد هو مصدر الخطر والريسك هو احتمالية وقوع الخطر. يعني فرض نجي هنا هذا الصندوق، طبعا الصندوق انت بتثني جسمك ظهرك هذا محني، وزي ما قلنا ممنوع او يعني ظهرك لا ينحني في النزول او الطلوع، في الجلوس لازم ظهرك يكون ابرايت يعني على استقامة، رقبتك تكون على استقامة. الرسغ هذا شوف لو انت بتكتب بالكيبورد 30 درجة ضارة، لكن لازم تخليها مستقيمة كده، تخليها مستقيمة كيف؟ تحط مخدة ترفع. هذا الماوس إذا أنت بتضغط معناته شوف يدك كده متنية 30 درجة، لكن كيف ما تتنيها؟ تمسك الماوس كده. طيب هذا الجوال أنت رقبتك إذا بتقرأ، لاحظ المصاحف زمان كانت المصاحف اللي يحمل المصحف كان محمل مصحف، أنت بتضطر عشان تقرأ. الآن حبل المصحف صار مثني كده، صار بزاوية معينة بحيث أنت نظرك وانت بتقرا المصحف يكون نظرك على الاستقامه. لو انت يعني بتستخدم لابتوب ولا ديسكتوب لازم ترفع الشاشه بحيث انه نظرك يكون على استقامه ورقبتك تكون مستقيمه. طيب فايش الحل للموضوع؟ عشان ما اثني جسمي اروح احط الاشياء على مستوى خصري، على مستوى خصري بحيث انه انا ما اضطر لتني ظهري. الاشياء الثقيله طبعا اروح استخدم لها الات تسهل لي المهمه، بدل ما اشيل اشياء ثقيله واحنا ظهري وامارس ممارسات خاطئه. طيب الاشياء بدل ما احطها في صندوق في الارض احطها على طاوله عشان لا اضطر لتني جسمي. هم يقولوا نو تويستنج يعني لا وسطك هذا تلفه، ونو بندنج يعني لا تثني ظهرك، ونو تلتنج يعني رقبتك هذه
لا تثني، واضطرت انك تثنيها. طبعا كلها نحن بنثني رغباتنا 30 درجة بنكتب الجوال سافك لساعتين. طب ايش تسوي بعد ساعتين او قبل ساعتين؟ وقف وقف، روح خد لفة، روح مكان ثاني اشتغل، او روح اشرب مويه، راح اتكلم مع احد، وتعال ارجع ثاني. وفي بعد اسمه 2020. ايش يعني 2020؟ يعني كل 20 دقيقة وقف عملك وارسل نظرك 20 ثانية. وانت بتشتغل، في ناس يشتغلوا على اللابتوب تواصلة، كل 20 دقيقة وقف وارسل نظرك 20 ثانية وبعدين ارجع. روح خد لفة. اي عمل مستمر او متكرر لازم تاخذ لفة، روح اشرب موية، اتكلم احد، وارجع تاني. طيب الكفرات هذه تستخدم كفرات صغيرة او كفرات كبيرة؟ لا الكبيرة، الكبيرة لانه بتسهل الحركة، شايف؟ ففي وسائل بتسهل مهامك. الحمولات الثقيلة هذه لا تخليها قسمها لأربع، يعني مثلا لما يكون 100 كيلو 50 كيلو قسمها لأحمال صغيرة، حيث انه يعني لا مؤاخذة، انت مهمتك انك تخفف على نفسك الأعمال الشاقة والأعمال المتكررة والأعمال اللي تاخذ وقت طويل. خلاص، كيف تقيسها؟ ساعتين. كيف الأعمال المكررة؟ 20. طيب خفف عن نفسك الأعمال الشاقة، استخدم التقنيات، استخدم الآلات، استخدم الوسائل، بحيث انه الأعمال الشاقة هذه ممكن تضرك. خلاص، بدل ما ترفع البرميل روح استخدم الفوركليفت. طيب زي ما قلنا المساحة لازم ما تكون ضيقة، مساحة لازم تكون مساحة مريحة، الإضاءة لازم تكون كافية، خاصة في بعض الأعمال اللي فيها ألوان زي الأسلاك اللي فيها كهرباء وانت ماشي. خلاص، في الكهرباء ممنوع تشتغل كهرباء والإضاءة ضعيفة، لأنك السلك الحار له لون والسلك البارد له لون، يعني أي رطوبة في الأرض، طيب أي رطوبة حط عليها تحذير، حط عليها شريط تحذيري، حط عليها حاجز، حط عليها أي شيء، لا تخلي أحد يعدي من فوقها. طيب الارتفاعات يوم ترتفع وانت نازل وانت طالع، الارتفاعات برضو لها معايير. الحادث لو صار بتهيئ لك انه الحادث فقط شوية أضرار في المركبة وفي الآلة وفي المعدة وشوية إصابات، لكن هذا الجزء البسيط اللي انت شايفه زي الايسبرغ. الايسبرغ اللي هو الجليد، الجبل الجليدي اللي يظهر من فوق المحيط، جبل صغير ولكن باقي الجبل في داخل المحيط. اللي ما انت شايفه في الحادث هذا الجبل اللي داخل المحيط. انت ما انت شايف لو ماكينه فرضا تعطلت، انت ما انت شايف انه في ماكينه حتوقف، ما انت شايف انه في انتاج ممكن حيوقف، ما انت شايف انه في مكان بعدك بتنتظر هذه القطع، ما انت شايف انه في طلبية، المكان هذه لو وقفت الطلبية حتتأخر، ما انت شايف انه في غرامات مترتبة على تأخير الطلبية، ما انت شايف انه سمعة الشركة هذه صارت سيئة والشركات الثانية ما عاد تتعامل معك. ممكن الموضوع ده يسبب انهيار كامل للمنشأة، تعلن إفلاسها وتخرج من السوق بسبب خطأ بسيط. شايف هذا الخطأ اللي انت ما انت شايف الجبل الجليدي اللي في داخل المحيط. أسباب الحوادث اثنين، لا ثالث لهم، طبعا اثنين رئيسية، إما أخطاء شخصية أو نقص في التجهيزات. يعني جيت في البيت ما حطيت طفايات، ما حطيت وسائل إطفاء، ما حطيت جرس إنذار وانت ماشي، لكن الأخطاء الشخصية دخنت ونمت، رميت الدخان في الله يكرمك في الزبالة وقام سار الحريق، حزام مال حزام سيارة مال أهملت وانت ماشي نمت، طبعا هذه كل أخطاء شخصية. كم نسبة الحوادث اللي أسبابها أخطاء شخصية؟ فوق 90%، فوق 90%، يوصل ل 96%. طيب والتجهيزات، يعني ممكن تمشي بسيارة ما فيها حزام أمان 4%، أقصى ما يمكن 10%. خلاص يوصل ل 10%، لكن هذا أقصى ما. طب احنا ايش نسوي في التجهيزات؟ التجهيزات خلاص نراقب ونحط غراماته. طب والباقي كيف نسوي في الاخطاء الشخصيه؟ كيف نربي الناس؟ لازم ندربهم، نعلمهم، نثقفهم، نوعيهم، هذه كل الاشياء لازم تصير. ولذلك لما تيجي في اعمال الدفاع المدني بتلقى معظم اعمال الدفاع المدني توعيه، شايف؟ وبعدين
أجهزة الإطفاء والأشياء، لكن التوعية لازم تأخذ مكانها، لازم تدريب، لازم تعليم، لازم تثقيف، لازم توعية، لازم هذا الموضوع نشدد عليه. شايف؟ لو في مصدر خطر، نقول فرضا في ضوضاء، الضوضاء هذا جاي فرضا، شفت انفاق السوق الصغير في مراوح كده بتصدر ضوضاء كبيرة، الضوضاء هذه بالديسيبل. طيب الديسيبل في الانفاق هذه فوق 90، الوش تقول لي اذا فوق 90 فلازم تاخذ اجراء حازم وفوري. خلاص الضوضاء في الانفاق دي يوصل ل 100، يوصل ل 105. طيب ايش نسوي؟ نزيل مصدر الخطر. طيب هل تقدر تزيل المراوح؟ طبعا المراوح هذه ايش بتسوي؟ بتدخل هواء للانفاق ولا الناس تموت. طب ما نقدر نشيل المراوح لنموت، طب ما نقدر نزيل، اذا نستبدلها، نستبدلها بمراوح ما فيها ازعاج. تقول والله هو صوت الهواء فلازم يصير الصوت هذا، معناته ما فايده، ما اقدر، ما في مراوح من غير صوت. طب ايش اسوي؟ اعزلها، ضوابط هندسيه، اعمل يعني اساليب هندسيه اخلي الصوت هذا ما يوصل للناس. طيب والله ما اقدر تعمل ضوابط هندسيه وحلول هندسيه، اعمل ضوابط اداريه. ايش اسوي؟ اقفل المروحه ساعه واشغلها ساعه، اخفف السرعه، اعمل امور اداريه كذا احل الموضوع. طب قال والله ما يعني لو خففنا السرعه او وقفنا المروحه الناس حتموت ولا الاكسجين الهواء حيقل. طب ايش اسوي؟ اضطر لهذيك الساعه احط خطوط دفاعيه. ايش اسوي خطوط دفاعيه؟ البس البلاج اللي في الاذن والبس المفصل، البس السدادات هذه واعمل امور. يعني مثلا الناس اللي بتشتغل في التشغيل والصيانه ما خليهم يشتغلوا الا واحده ساعه، بعد كده اروح اشتغل مكان ثاني، حقون الامن، حقون المرور، حقون كذا، اشتغل واحده ساعه وروح مكان اشتغل في مكان ثاني وخلي ناس ثانيين يجوا يشتغلوا. طيب مقاومه الاشتعال ومقاومه الحريق. مقاومه الاشتعال في شيء يسموه فاير ريتاردنت. الفاير ريتاردنت الفاير ريتاردنت هذا مقاومه الاشتعال، ومقاومه الحريق يسموه فاير ريتد. ايش الفاير ريتاردنت؟ يعني فرضا جينا مسكنا منديل ولعنا المنديل ورمينا المنديل هذا على البساط، الغرفة هذه كم تأخذ عشان تشتعل؟ تأخذ دقائق، لأنه حيجي ولع البساط، والبساط ولع الكنب، والكنب ولع الستارة، والستارة خلاص ولعت الغرفة. إذا الغرفة ولعت معناته المبنى كله، معناته المبنى كله حيشتعل في دقائق. طيب لو أنت المنديل هذا بخيته ببخاخ، وهذا البخاخ يمنع الاشتعال، يعني ما حيعمل حريق، ممكن الـ 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 المنديل هذا يشتعل لكن ما يطلع النار. إذا رميته وهو ما في نار ما حيحرق الأجزاء الباقية، لا ستار ولا كنب ولا بساط وانت ماشي. طيب لكن هو في نفسه انحرق لكن ما أصدر شعلة، ما أصدر نار. وهذا الموضوع في منتجات سعودية، براءات اختراع سعودية، ورخيص جدا جدا، يعني ممكن الغرفة بريالات قليلة تبخ الغرفة كلها وتصير ضد الحريق. هذا موجود. مقاومة الحريق يخلي الموضوع ما ينحرق. يعني فرضا عندك فرضا نقول الكابلات هذه جدا غالية، تبخ الكابلات يعني مطبخه طبعا تدهنه بالدهان، الدهان هذا لو وصلت الحرارة 70 بيعمل بوف حوالين الكيبل. بعد ما ينطفي الحريق ساعتين ثلاثة بتزيل الكربون والكيبل يطلع سليم 100% ما انحرق. هذا اللي يسموه مقاومة الحريق. فهذا الفرق بين مقاومة الحريق ومقاومة الاشتعال. يعني زي ما انتم شايفين هذا اللوح هذه اشتعلت حتجيش على الباقيين، لكن هذه الغابة محروقة انحرقت، فتقوم تجي حوالين الشجر اللي ما انحرق وترش عليه مقاومة الاشتعال، فيقوم يعني الشجر اللي حوالين الحريق ما يشتعل. إذا ما اشتعل معناته ما في نار معناته. وخلي بالك الحريق له ثلاث عناصر، اتخلص من أي عنصر الحريق ينطفي. عناصر الحريق طبعا ثلاثة وفي عوام كمية يعني أربعة، لكن العناصر الأساسية ثلاثة: الأكسجين والحرارة والمادة المشتعلة. النار أقطع عنها الأكسجين تنطفي، أقطع عنها الحرارة يعني بردها بالموية تنطفي، أقطع عنها المادة المشتعلة تنطفي. شايف؟ وهذا طبعا الناس مسكت هذه المواضيع واشتغلت عليها أبحاث وطلعوا هذا اللي هو مضاد الحريق ومضاد الاشتعال. ففي فيديو حقيقة يعني، بس طبعا احنا يعني اشرفنا على نهاية المحاضرة، ولا يعني كان ممكن اوريكم الفاير ريتاردنت والفاير ريتد
لو مقابل الحريق ومقابل الاشتعال والفرق ما بينه، وأريكم منتجات السعودية الموجودة من ضمن شيء اسمه PET 200، هذه موجودة إن شاء الله في السوق وكذا. أنا يعني انتهيت. يعطيك العافية أكثر. يا أهلا وسهلا. إذا في بقيت لنا 3 دقائق نستغلها في بعض الأسئلة أنا عندي لو سمحت لي. اتفضلوا. أنا فاتح الشات برضو إذا في أي أحد عنده أي سؤال. تمام جميل. طيب دكتور، هل هناك علاقة بين معرفة التعامل عند وقوع المخاطر والإسعافات الأولية؟ أكرر السؤال معلش. هناك علاقة بين معرفة التعامل عند وقوع المخاطر والإسعافات الأولية؟ طبعا المخاطر تشمل الإسعافات الأولية. المخاطر لازم نوضع خطة مكتوبة لمواجهة المخاطر. طبعا هذه الخطة لازم تشكل فريق الإخلاء، لازم تشكل فريق الإطفاء، لازم تشكل فريق الإنقاذ. فريق الإنقاذ هذا لازم يعرف، وحقيقة يعني ما بنقول فريق الإنقاذ فقط لازم يعرف الإسعافات الأولية. أنا أنصح كل فرد في المجتمع يتعلم إسعافات الأولية. الموضوع مجاني، لا الأحمر بيقدم، مستشفيات بتقدم، أنا بقدم، يعني الموضوع بسيط جدا جدا ولكن ممكن ينقذ أرواح، ومن أحياه كأنما أحيا الناس جميعا. يعني انت لو لا سمح الله واحد غرق وقلبه وقف، بإجراء بسيط ممكن تحييه بقدرة الله سبحانه وتعالى. ولكن طبعا لو ما حياته لو ما عرفت الكارثة حتكون عظيمة. ممكن احد صعق كهربي، شايف، ممكن تحييه بقدرة الله سبحانه وتعالى، كسر قطع يعني جرح اي حاجة، انت تكون جاهز. الموضوع بسيط جدا جدا، يعني هو ساعات في واحد يوم تنتهي من الكورس وتاخذ رخصه تحميك من اي حاجه، واسمك يصير مسعف. تفضل سيدي. جميل دكتور، هل البناء في المنظمات الصناعيه لابد ان يكون وفق اشراطات الاوشا؟ طبعا يعني زي ما قلنا محور رئيسي في المصانع والورش والمنشآت الصحية والمنشآت البترولية، هذه كلها طبعا أي يعني لو سيش تقول إجراءات تحمي أي عامل أو أي موظف في مكان عمله. خلاص، فأي مصنع في لوائح وفي أنظمة وفي معايير للأوشا ليها، اللحام، النجار، والنجار طبعا معرض لخطر كبير لأنه بيتعامل مع مناشير وكذا، فالكيماويات كل الأشياء هذه لها معايير. ويعني طبعا السلامه لها مستويات، شايف. المستوى الاول ممكن تاخذ في 5 ايام وتغلق، مستوى تاخذ في اكثر من 6 مواضيع، يعني المخاطر الكهرباء، مخاطر السقالات، مخاطر اللحام، مخاطر يعني، وتنتهي من المستوى الاول. اتفضل سيدي. جميل دكتور، هناك خيط رفيع بين الاهمال وعدم الاكتراث في الامن والسلامه، كيف نميز بينهم؟ نعم. يعني هناك في إهمال وهناك في عدم اكتراث، إهمال وعدم معرفة، جهل يعني. نعم. كيف نميز بينهم؟ يعني متى نقول إنه هذا مهمل وهذا لا والله عدم اكتراث منه؟ طيب في معايير، طبعًا في ISO 45001. ISO 45001 هذه في 10 بنود، من ضمن البنود كيف تدرب الناس. ومن ضمن البنود مو كيف توصل المعلومة توصلها بأساليب متعددة. الآن المعلومة توصلها بالواتساب، توصلها بالسوشيال ميديا، توصلها بالتويتر، توصلها بموقع انترنت، توصلها باللوحات، توصلها بالإيميلات، توصلها بالاجتماعات، توصلها وانت ماشي تتكلم. لكن ما يكفي انك توصل المعلومة، لازم تدرب الناس على الموضوع. الآن احنا مثلا يعني في ظل جائحة كورونا، الناس سبحان الله كلها صارت حذرة، كلها صارت نظيف، كلها صارت لازم. إذا طلعت الشارع، وأنا من ضمنهم حقيقة، إذا خرجت الشارع، أنا جاي اليوم من جديد، نزلت مستشفى وجيت، طبعا لازم كل الملابس اللي أنا بلبسها لازم أحطها في الغسالة. لازم أدخل، أول ما أدخل على الحمام الله يكرمكم، أستحمى وأتصبن وأعقم نفسي مظبوط، بعدين أروح أواجه يعني أسرتي وعائلتي وبزورتي وانت ماشي، شايف. فهذا الموضوع مهم. في السلامة قلنا في شيء اسمه housekeeping. housekeeping اللي هو الترتيب والنظام والنظافة، عوامل هامة جدا في السلامة. يعني زي ما قلنا، يعني ممكن واحد يكون شايل مادة كيماوية،
المادة الكيماوية هذه وهو شايلها في أرض رطبة، انزلق المادة الكيماوية فين تروح؟ المادة الكيماوية ينزلق عليه، إذا انزلقت عليه وخاصة إذا كانت يعني اللي شايل الموضوع كان امرأة ما هو راجل، فإذا انزلق عليه حتصير في أضرار جسيمة، شافوا إذا كانت في مرأة حتصير في تشوه، والتشوه برضه يعني في المرأة غير الرجل يعني، شايف الإهمال وعدم الاكتراث وعدم الترتيب وعدم النظافة وعدم اتباع الأنظمة واللوائح والتعليمات بيعرض الإنسان لأضرار جسيمة. جميل. السؤال قبل الأخير يا دكتور، هو طلب ممكن تعيد شرح فكرة الجدول وغلق المنشآت الجدول اللي شرحته، بس لو تعيد على عجالة كده بس. طيب الجدول سيدي، أي منشأة، خلينا نقول مثلا أنا في مصنع أو خلينا نقول في مدرسة، طيب لازم أول شيء أحط كل المخاطر المحتمل وقوعها على المنشأة، كل المخاطر، الزلازل والبراكين والسيول والأمطار الرعدية والرياح الشديدة، وبعدين أحط الحريق وأحط المخاطر السلالم والأشياء هذه، بعدين أجي أشوف أقول خلينا نأخذ الزلازل احتمال وقوعها ضعيف يأخذ واحد، لكن لو وقعت هل في إصابات بالغة؟ معناته يأخذ خمسة، واحد في خمسة خمسة، طيب خمسة هذا في المنطقة الخضراء أقول ما أتخذ أي إجراء، لكن خلينا نقول مثلا السقوط في المدارس ممكن يصير سقوط، شايف احتمال حدوث السقوط أقول أربعة، طيب لو سقط ممكن يموت؟ لا طبعا، انت بنتكلم عن سقوط انزلاقات مو سقوط من مسافات من ارتفاعات، فتقول ممكن يتضرر اضرار بسيطه وممكن اضرار كبيره، فخلينا نقول ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ثلاثة في تسعة يعني تسعة يعني اصفر، نقول خلينا نقرر نجتمع ونقرر، اذا الموضوع اصفر معناته في خطوره شويه، نحط لنا اجراءات لكن نخلي العمل شغال، لكن ناخذ اجراءات وننفذ الإجراءات، لكن إذا كان الحريق فرضاً حريق احتمالية وقوعه خمسة، وإذا صار الحريق حتكون الإصابات متعددة، يعني ممكن يكون في قتل، فخمسة في خمسة 25 تيجي في المنطقة الحمراء، المنطقة الحمراء يعني أوقف الشغل تماماً، ممنوع العمل لين نأخذ الإجراءات، فهذا باختصار جديد الجدول. جميل. سؤال آخر دكتور، هل مسؤول السلامة مسؤول عن الحوادث في العمل؟ إذا هذا حدثت عن طريق إهمال أو أحد العاملين أو حتى لو كانت إهمال منه؟ خلي بالك مسؤول السلامة لو كان الحادث ناتج عن إهمال، طبعا شوف عدم توصيل المعلومة هذا مسؤولية مسؤول السلامة، عدم تدريب العاملين هذا مسؤولية مسؤول السلامة، عدم المونيتر اللي هو المراقبة ما راقب مضبوط هذا مسؤولية مسؤول السلامة، هذه الإجراءات شوف أي حادث في السلامة إذا صار يعتبر حادث جنائي، حادث جنائي يعني إيش؟ يعني أنت تسببت في الحادث مع سبق الترصد، يعني أنت عارف إنه الحادث هذا حيقتل ما أخذت إجراءاتك، معناته أنت تسببت في الحادث عن قصد، معناته أنت لو ما أخذ ما بنخوف الناس، ولكن زي ما أقول لما الحياة فقد أحيا الناس جميعا، فأنت عارف إنه هذا الموضوع حيقتل الناس وما أخذت إجراءاتك، فأنت ضريت الناس أو تسببت قتلهم مع سبق الإصرار والترصد، فأنت تحاكم لا مؤاخذة، وممكن يعني ممكن لا سمح الله تنقص إذا كان في قتل. اتفضل. جميل. دكتور طلال مندورة شكرا لك. يا أهلا وسهلا. العافية. دكتور محمد بن شاب إن كان لك مداخلة. لا عطر بعد عروس ما شاء الله، الدكتور طلال أجاد وأفاد ومقدمنا ما شاء الله لقوة الله بالله، والدكتور كنز عثرنا عليه يعني كان نعرفه من أول بس اللي تحت العين قائما بعيد شوية، فخلاص دلينا عليك الله يعينك علينا. والله انت فوق راسي سيدي. الله يكرمك. الله يكرمك يا دكتور العميد محمد المنشاوي، يعني نار على علم. الله يجزيك خير، الله يرفع قدرك. الآن فعلا نبغى نفيد الآخرين بعلمنا بأمورنا، زكاة العلم نشره، مثلك ما شاء الله قدرات متعددة، إنما وضعناك وجدناك، فالله ينفع بك ويرفع قدرك إن شاء الله. ولنا لقاءات أخرى، لنا لقاءات أخرى يا دكتور إن شاء الله، لن تكون الوحيد إن شاء الله الأخيرة. قدامكم. الله يرفع قدرك. شكرا يا دكتور. طلال
هذه شهادة، شهادة من المركز، حاجة بسيطة لك المركز عرض لنا على الشهادة. شكرا لك دكتور، ألف شكر. وأنا تحت الخدمة، الله يكرمك، مجاني وتطوعي، وإن شاء الله أنا أجد فيه. يعطيك العافية. شكرا لك، والشكر موصول لكم أنتم السيدات والسادة. إلى أن نلتقي بكم في لقاءات قادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.